زيارة سمو أمير قطر إلى العراق بالأهمية الكبيرة، وخصوصا أن العراق بدأ فتح مجال المجالات المشتركة، التعاون المشترك بين الدول العربية والدول الجوار، وتعتبر الزيارة ذو أهمية اقتصادية كبيرة، خصوصا أن دولة قطر لها أهمية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط خصوصا ومنطقة العالم. ونأمل من هذه الزيارة أن تفتح آفاق الاستثمار بصورة أكثر للعراق. العراق اليوم ليس كالعراق غد. حقيقة العراق اليوم يلعب على أهم وتر اللي ينقل الدولة من الضعف إلى القوة، هو وتر الاقتصاد. فنطلب من حكومة السوداني وأيضا من الأشقاء العرب ومن الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أن يستثمر في محافظة الأنبار. نرحب بحفاوة زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق، وهذه الزيارة هي لها عدة رسائل كبيرة بالنسبة للعراق وباقي الدول العربية. نحن نشد على أيدي دولة رئيس الوزراء